بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. في هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى أنه قد خلق لجهنم خلقا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس. الله خلقهم لها أوعدها إياهم، إذ وعدها عز وجل أن تملأ، وقدر سبحانه وتعالى ذلك وهم في أصلاب آبائهم، وقبل أن يخلقوا كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فقدر الله نافذ، ولكنه ينفذ من خلال أعمال العباد. وقد أعطاهم الله عز وجل العقول، وهي القلوب التي تفهم، ولكنهم لم يستعملوها في الفهم. وأعطاهم الأعين التي تبصر والأذان التي تسمع، ومع ذلك لم يستعملوا أعينهم ولا آذانهم في أن ينظروا في آيات الله، فأعرضوا عن هذه الآيات، ولا أن تسمع آذانهم أدلة صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك قامت عليهم الحجة من خلال عملهم، ومن خلال القدرة التي خلقها الله لهم بالعقول التي هي القلوب والأسماع والأبصار. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هو سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجج، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وبلغهم الرسالة، فعملوا بضد ما أمرهم الله عز وجل به. أعرضوا عن آيات الله واستمتعوا بحياتهم الدنيا، ولم يرفعوا رؤوسهم للآخرة، ولم يرفعوا للقاء الله عز وجل رأسا، فكانوا فيما وصف الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. لذلك لا يصح أن يوصف الكفار بالعقلاء مطلقا، وإن كانوا ليسوا مجانين، لكنهم لا يعقلون، أي لا يعقلون حقائق الوجود الكبرى، لا يعقلون قضية التوحيد والإيمان بالرسل، ولا يعتقدون ولا يعقلون ولا يفقهون أمر اليوم الآخر، أمر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فمن لم يعقل هذه الأشياء فهو لا يعقل، ومن لا يفهم ولا يفقه ما أخبر الله به في كتبه وعلى ألسنة رسله فهو لا يفقه ولا يفهم، مع كون الحجة قد قامت لوجود العقل والسمع والبصر. فليس لم تصلهم حجة، بل وصلتهم، لكنهم أعرضوا عنها، ولذا كذبوا بها وغفلوا عنها وكانوا عنها غافلين. أعرضوا عن آية الله سبحانه وتعالى، فلم يروا الحق من الباطل، بل رأوا الحق باطلا والباطل حقا. وصفهم الله عز وجل فقال لهم قلوب لا يفقهون بها. والقلوب هي العقول الباطنة، باطن الإنسان، وهذا حاصل للجن وللإنس الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، فما آلهم إلى جهنم. ثم وصفهم الله عز وجل مشبها لهم بالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل.
معلوم أن الأنعام والكائنات كلها تسبح الله عز وجل. التشبيه لا يلزم أن يكون من كل وجه مشبه كالمشبه به من كل وجه، وإنما في أوصاف معينة، وهذا مضطرد في أمثال القرآن وتشبيهات القرآن. ولذا لابد أن نفهم هذا المعنى جيدا، ذلك أنهم ليسوا كالأنعام في كونها تسبح الله وتعرفه، وإنما هم كالأنعام في عدم الفهم. عندما تتلو على بهيمة من البهائم علما من العلوم، جيب مثلا بقرة ولا ناقة ولا قطة ولا كلب وقعد اقرأ عليهم، ولا جيب مثلا علوم دنيوية واقرأ عليهم، هي بلا شك لها سمع ولها ايه ولها بصر، ولكنها في نفس الوقت ليس لها عقل يدرك ذلك. هي عندها عقل يدرك ايه، يدرك بعض الأشياء، لكن ليس عندها عقل يدرك ذلك. فهؤلاء لما كانت الشهوات هي همهم في هذه الحياة شبهوا بالأنعام، وهذا هو القدر المشترك بين الإنسان وبين الأنعام في ولود الشهوات الأرضية. هذه الشهوات يعني بكونه قد خلق خلقا أجوف ومن الطين، والأنعام كذلك خلقت خلقا أجوف ومن الطين، فهي تشترك مع الإنسان في هذه الشهوات، الأكل والشرب الجنس، ويزيد الإنسان عليها حب التملك المال. وأما الأضل من الأنعام في هذا الباب فهم الشياطين الذين شهواتهم من جنس العلو والفساد، وذلك متناسب مع خلقهم من النار، فالنار فيها إرادة العلو وفيها إرادة الفساد، يعني أن النار حينما توجد فهي لابد وأن تعلو. لو جبت عود الكبريت كده وقلبته تحصلي تفضل تطلع لفوق مش كده، وكذلك تفسد تحرق وتخرب وتدمر ما لم تكن منضبطة. فالشهوات الشيطانية مردها إلى إرادة العلو وإرادة الفساد، والشهوات البهيمية مدارها على الطعام والشراب والشهوة. سبحان الله أن أكثر البشر في أكثر أحوالهم في العالم عبر الزمان يدورون بين هذه وهذه، يدورون بين شهوات الفروج والبطون والأموال، وبين شهوات الرئاسة والملك والجاه وإرادة الإفساد في الأرض بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. فأهل النار ما بين الذين شبههم الله بالأنعام، لأن إرادتهم ليست في عبادة الله، ليست في محبته، ليست في الخضوع له، ليست في إرادته، إرادة وجهه سبحانه وتعالى، إرادة الله والدار الآخرة. لم يعرفوا ذلك فلم يحيوا حق الحياة. والذين هم أسوأ منهم الذين يريدون الكبر على الخلق والعلو عليهم وإفساد أحوالهم، وأن يكونوا أئمة في الفساد يدعون إلى النار. وكثيرا ما يجتمع النوعين، كثيرا ما يجتمع النوعان، وتستخدم هذه الشهوات من أجل تلك. شهوات المال والجنس والطعام والشراب تستغل لكي يترأس فلان أو يملك فلان أو يسقط ملك فلان، تستعمل هذه الشهوات من أجل ذلك، نسأل الله العافية. لذلك من لم يعقل لماذا وجد وأين يذهب وماذا يفعل به بعد الموت، من لم يعقل أدلة الوحدانية وكمال الأسماء والصفات وعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته وعظمته، من لم يدرك ذلك ولم يفقهه فله قلب لا يفقه به. ومن لم ينظر في آيات الله الكونية وينظر في كتاب الله المنزل، آيات الله المقروءة والسمعية التي يسمعه بأذنه،
من لم يستعمل أذنه وعقله وسمعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى صار إما كالأنعام أو صار أضل من الأنعام والعياذ بالله. قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين. ورواه البخاري وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله. وشعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البادئ المصور الغفار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الأحد الواحد الماجد الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. عدوهم كده عندهم
قال: ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قال: ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن ماجة في سننه، فسرد الأسماء كنحو ما تقدم، فبزيادة أو نقصان، بزيادة ونقصان. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مندرج فيه، وأن ذلك وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي. والله أعلم. خلاصة الكلام في هذا الحديث أن الحديث مدرج، وهذا ترجيح ابن حجر أيضا كما ذكره ابن كثير رحمه الله. منهم من يقول أنه من رواية الوليد بن مسلم، ومنهم من يقول بعض الرواة ولا يحدد. هو غالبا المعطل من عليه تلقاه في بعض الروايات اللي فيها زيادة ونقصان، لأنه في روايات مختلفة لنفس الحديث، وده من أسباب ضعف الحديث. المخني زي المعطل. بس بتكلم عن هو الرواية دي كده، بس هو في روايات تانية. التعيين مدرج عند جماعة من العلماء، عند جمهور العلماء. قال الحافظ ابن حجر: إذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. وكذا منقول عن سفيان بن عيينة في هذا الحديث: عدها، استخرجها من القرآن، استخرجها سفيان من القرآن. وفي الحقيقة أن تصرف السلف في هذا الباب يدل حديث سفيان هذا خصوصا، معروف منزلة سفيان، أنه يذكر الأحاديث مشتقة بالإضافة إلى ما ورد باسم الله سبحانه وتعالى، يعني أن هناك ما ورد بصيغة الاسم، وهناك ما وردت له أفعال اشتق منها كثير من العلماء أسماء من الأفعال طالما تريد كمالا وعدها ضمن الأسماء. فالمسألة فيها اجتهاد بين العلماء، ولم تزل فيها اختلاف، ولم يقل أحد أن عد هذه الأسماء بما فيها من أسماء اشتقت من أفعال لله سبحانه وتعالى، لم يقل أحد أن هذا فيه إلحاد في أسماء الله، بل هو بذل للجهد في معرفة الصواب منها. قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا
من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. يعني هذه الدعوة أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان في صحيح، وهذا الحديث حديث صحيح. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه عارضة الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله 1000 اسم، فالله أعلم. وقال عفير بن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسمائه. قال مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل عن الجو والميل والجور والانحراف. ومنه اللحد في القبر لأن لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. لنا شرح لهذه الآية إن شاء الله مرة قادمة. الله المستعان.